في الساعات الأولى من صباح 21 من آب العام الماضي استيقظ سكان الغوطة وشوارعهم وبيوتهم تعج برائحة الموت. غاز السارين تسلل إلى صدورهم حاصدا مئات القتلى أغلبهم من الأطفال. هكذا بدا المشهد يومها، صراخ ودماء وقتلى ممددون على الأرض. أما اليوم وبعد مرور عام على ذكرى مجزرة الكيميائي، ها هو الحي الذي شهد أفظع الجرائم. شوف الأطفال هاي، البراءة هاي، شوف البراءة، ما حرام نتول هالبراءة هاي والضحكة هاي. خلف هذا الشارع قصص موت ومأساة لا توصف. ناجون يرون ما حصل. فتنا على الغرفة، سكرنا الأبواب، فوتنا تلمسك ماي باردة، حطينا كمامات، عم بعدها صرنا نغاطي من وقع بالأرض. هتورثها الأجيال هاي، بالذكر بكتب التاريخ. تصور أنت بلمحة تفقد 2000 شخص، في هون بيوت هون ورا 60 شخص شلنا. ما في سفاح، ما في يعني ما في شيء انه نوصف فيه لشخص بيعمل هيك عمليه. هذه هي المقابر التي دفن فيها ضحايا المجزره، اغلبهم من مدينه عربين، دفنوا هنا في مقابر جماعيه. هي ذكرى مأساوية جدا، أتمنى من الله ومن أصحاب الضمائر الحية أن ينال العقاب كل من ارتكب هذه المجزرة الكيميائية، يقول أحد الناجين. 10:30 لي بدأ أول صاروخ، فزعت الناس كلياتها، أنا بدوري هذا ضربوا الكيماوي، أول صاروخ والثاني، الناس بس بلشت تصيح إنه ضرب كيماوي كيماوي، حتى طلعت بعض الطبيات، فركضت أنا على طبية مباشرة وبدأت الناس تتوفى بالإسعافات الأولية. يوم 21 من آب 2013 سيظل محفوراً في ذاكرة الشعب السوري وتاريخ الفضائع الإنسانية.